تخافش يا عم. طيب دلوقتي تسيبولي علشان ايه؟ انا بقى الحديد وهعرف اتعامل معاه. انا هاكله ولا مين هيخون؟ انتوا اللي هتستجوبوه؟ بخير عاوي. هو ده؟ ايه؟ انت اللي ايه في ايه؟ اللي ايه في ايه؟ انت في ايه الراجل؟ شغلك بقى ايه؟ 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 انت والله العظيم سجاير في المكتب؟ والله العظيم ما حد هيجيب سجاير في المكتب. استنى بس صح يا اسطى. والله العظيم انا نزلوني من امريكا ده اختك بتولد وبعدين انا اصلا مش مصري وربنا بقيت كل معلومات عن مصر ما اعرفش حاجه تانية اكتر من كده والله العظيم. حلو بقالنا اسبوع مش عارفين نجيب واحد. بص انا اتوصلت الحاجة بالنسبة للواد اللي هو الحويط اللي يبلع اسرائيل كلها في كرشه انا لقيته مش الفولي ابن خالتي الواد التخين ده؟ ايوه هو ده يمشي مش كده؟ اه في كمان الواد مهندس الكمبيوتر ده جبته منين ده؟ فاكر الواد اللي كان مصاحب اختي في تاني اعدادي؟ ده واد خانق قوي. ايوه اللي ضحك عليها وخلي بيها ده. ايوه عارفه. ايوه الواد ده بقى ايه؟ عبقري عبقري كمبيوتر. طب ما تخلي اختك تظبطه لنا. ده دي صاحبة واحد تاني خلص دلوقتي. طب والواد بتاع الخزن ده مش لاقي له صرفه؟ الخزن اللي هو مفيش باب يقف قدامه؟ لا الصراحه ما عنديش اي حد. طب مش ناقص كمان واحد مجنون وقلبه ميت؟ مجنون؟ اه الحق يا لهوي يا لهوي يا مجنون. هو في ايه؟ واد شعراوي المجنون اللي قلبه ميت بس كان بابا وحالف يفجر الشارع كله. ثانيه واحده. الحق يا لهوي يا لهوي يا مجنون. يلا يلا مجنون وقلبه ميت وبتاع متفجرات هو ده. مساء الخير. اشرف موجود؟ اشرف والله عنده دور بلاي ستيشن في الشارع جنبينا. بلاي ستيشن قريب بس ممكن تستناه في اوضته لو عايز. يا ريت. شكرا. استنى ما تنساش تعيد. هتعيد. كسبوني ازاي؟ اكيد الحكم كان وحش. لا بالعكس الحكم كان كويس جدا. بقى كويس جدا. امال كسبوك ازاي؟ جمهور الفرقه الثانيه كان بيحدف طوب علينا. يا
في البلاي ستيشن. اه والله كان بيحدفه دوب. بص يا اعتبر عارف خطيبة رونالدو اكيد زي القمر كنت عارفها. بص يا عم من كتر الطوب يا عم اتحدف عليها. بص شكلها عامل ازاي اتحدف عليها طوب لما قالت بص يعني ايه دي خطيبة رونالدو. اهي والله العظيم بس الطوب. المهم انت مهندس كمبيوتر بيقولوا وبيقولوا عليك عبقري. انت عايز ايه بالظبط؟ تحب تخدم بلدك وفي نفس الوقت تكسب فلوس كتير؟ مين ما يحبش يا باشا؟ تحب يعني؟ أكيد. طب اسمعني بقى، الموضوع بقى كالآتي، احنا الله ازيك يا حوزة؟ ازيك يا عصام؟ اخوك مشمش فين؟ بيتغدى. مش كلمتك من ساعة كان بيتغدى؟ كان عشا امبارح. يا مشمش انا بقالي 3 ساعات قاعد بكلمك وانت ما بتردش عليا. يا ابني الف واحد يتمنى العرض اللي انا بعرضه عليك ده. بس لولا ان انت اللي خالت يعني انا قلت اخدمك. يا مشمش صدقني انت محتاج للفلوس دي. انت بقى عندك 23 سنة ولسه ما صاحبتش. بلاش انت. امك محتاجة للفلوس دي. خالتي الغلبانة اللي قاعدة جوه. دي ما راحتش دريم بارك ولا مرة من ساعة ما فتح. يا ابني رد عليا. طب بلاش انت. بلاش خالتي. مصر. مصر يا مشمش. مصر اللي انت بتاكل من خيرها دي. ده انت كلت خيرها كله يا مشمش. مصر دي ملهاش حق عليك. ماشي ما كانش العشم يا مشمش. عمرها على عموم مصر عمرها ما هتقف على رجلك. سلام مشمش. نسيت اقولك اي واحد من اللي طالعين العملية دي ليه خصم 50% على جميع مطاعم البلد. سلام. عصام استنى استنى يا راجل يا عم تعالى. إذا رأيتني كتقامة. هو أنت عجل يا ابن العجل. إذا رأيتني كتقامة. إذا رأيتني كتقامة. في عيل في تانية حضانة وزنه 140 كيلو. بس الولد ده معانا يا أبو صلاح. ينام جنب العيد آخر جمع فيه. كان قرف. على حبيبي. ولا قوم يا قوم يا يا ابو صلاح بره بره يا ابن العجله. قوم بره 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 بره. ولا كلمه ولا حركه ولا نفس. خش قدامي. انا مفيش باب بيقف في ايدي يا بيه. مفيش باب بيقف في ايدك. طب بص يا ابني انا مستعد اسيبك. تعرف حكايتك من الاول للاخر. عليكم حكم يا قلب. هم حكمين اعدام يا بيه وكام تأبيده كده. عملت ايه؟ كان اخر حوار كده كانت خناقه قدام الجزويت. كنت واقف شاورولي على الواد بتاع الخناقه دخلت عليه جيت اشوفه سرحت يا بيه. طب اللي طلعك